الشناوي طاو ومواجهه مع الشناوي وتسديده يا ولد يا ولد افريقي لورش عاملها قويه بعيده قوي بعيده الحق امامنا يلحقها الظهير الايسر اللي كان متقدم الينتي الكرات العاليه خطره يا عيني يا عيني يا عيني لعبه اماميه وادي واحده لمحمد صلاح وادي صلاح وثلاثه على اثنين وبقى ثلاثه على ثلاثه يروح محمد صلاح وهي بالشمال لعبه حلوه تريزيجيه في البعيده راجل في البعيد الله ليس بعبد الله المنتظر او عبد الله اللي كنا نتمناه لكن اللاعب ذو قيمه مهام والامور الفنيه تعود للجهاز الفني المهام اللي مكلف فيها خطيره الكره 34 ادي امامنا الى انت جنوب افريقيا المفانا مفانا الاولاد والكرات العاليه